تنظم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة ملتقى الشرق الأوسط لاضطرابات الاتزان والسمع بفندق ميريديان الخبر في الفترة من 26 إلى 28 من جماد الآخر عام 1438 هجرياً الموافق من 24 إلى 26 من مارس عام 2017 ميلادياً، وذلك بحضور أهم المتخصصين والرواد من داخل وخارج المملكة العربية السعودية لتقديم ومناقشة أحدث الأبحاث الطبية في اضطرابات الاتزان والسمع. الحضور لجميع التخصصات الصحية لحضور المؤتمر والمعرض المصاحب بادر بالتسجيل على الموقع الإلكتروني vertigoforum.com. إدارة وتنفيذ إيفنت ترو.